زعلش ازاي بس؟ انا حاسس بعد كل السنين دي انا كنت عايش مع واحده ما اعرفهاش. طب انا كان هيفرق معايا ايه لما اعرف انك ابن خالتها؟ ليه ادالي عليا موضوع سعيده؟ عارف بعد اللي بيحصل لي ده انا متاكد ان انا كنت في حياه ميرا مرحله. مستحيل بعد اللي عملته فيا ده كله تبقى شايفاني الراجل اللي عايز اكمل معاه حياتها. ميرا ما بتحبش حد يعرف عنها غير اللي هي عايزه توصله بس. طول عمرها كده. زي ما تقول كده في صوره دايما عايزه توصلها عن نفسها، اي حد بيقرب منها بتبعده عشان ما يعرفش اكتر من اللازم. ممكن اسالك سؤال يا دكتور؟ اه طبعا. انت تعرف ايه عن عيلة ميرا؟ يعني ما اعرفش غير فيروز اختها. وكمان علاقة ميرا بيها، ميرا مش بتحب تتكلم عنها. وانا بصراحة ما اهتمتش ان انا اعرف حاجة. يمكن ما اهتمتش عشان انت كمان زيها. سبت اختك ورميتها لأيمن يمرمط فيه. لا انت فاهم الموضوع بتاعنا واختي غلط خالص. انا وحنين ما تزعلش مني يا دكتور. انت وميرا زي بعض بالظبط. لا هي يهمها اهلها ولا انت كمان. ميرا كانت بتدور على حد شبهها مستعد يرمي الماضي وراها وما يسالهاش هي كمان عن ماضيها. انت رميت اختك يا دكتور، نسيتها وما تعرفش حاجه عنها. استغرب ليه بقى من اللي ميرا بتقابلها. انا اسف بس انا يعني شايفكم انتوا الاثنين نسخه من بعض. انت هتلغي انت كمان؟ طب اعمل حسابك بقى، لو لغيت تاني الحصه دي واللي فاتت هيتحسبوا. سلام. ايه ده في يا احلى صباح على احلى دكتور عليا. عايزه ايه يا ربيع؟ تعالي بس عشان عايزاكي في شغلي، يعني معلش نقفل الباب كده. شغل ايه يا ربيع؟ وقصري لو سمحتي. انا جايه لك في فكره حلوه، يعني كده فكره فيها ايه، لقمه حلوه ليا وليكي. لقمه حلوه انا معاكي انتي لقمه حلوه. ايوه اسمعيني بس اسمعيني دلوقتي. يعني اسم الله عليكي يا دكتوره، في شباب زي الورد طالع نازل عندك كده بالسبعه والثمانيه وبيقعدوا كده بالساعتين والثلاثه، صح؟ انت هتنقي عليا يا ربيعه؟ دي كورسات على فكره وغصب عني، العيال عندها امتحانات وانا مضطره اديهم الكورسات، وبجد تعبانه مش قادره ادي حد اي حاجه. انقي عليكي ايه يا دكتوره؟ ده انا جايه لك يعني حاجه في تفتيح مخي كده فيها مصلحه ليا وليكي. اسمعيني بص، يعني لو ينفع يعني بعد اذن حضرتك كده ساعه الدروس الخصوصيه اجي انا بقى هنا واحط شويه كده شباسي، حاجه ساقعه، فطير، نسكافيه كده يعني، شاي، قهوه، حاجات كده، والمكسب النص بالنص. نص بالنص؟ انت اتقبلتي يا بنت؟ ايه ليه؟ اتقبلتي في دماغك؟ ايه في ايه؟ انا اقسم معاك؟ انت مجنونه؟ نص ايه ونيلة دي على دماغ؟ طب اسمعين، طب التلتين انت والتلت انا؟ لا لا امشي يا بنت. اسمعيني بس، امشي من هنا. عايزين مصلحه حلوه بجد. امشي والله بجد. اسمعيني انا مش قادره بجد. اسمعيني امشي. بس امشي، مصلحه حلوه هتتبسطي يا دكتوره. اسمعي بس الكلام. لا بجد انا مش قادره مش قادره. ايوه نيفين. ايه؟ لا انا ما بفتحش الفيسبوك بقالي كتير. طيب هفتحه دلوقتي وابص. انا ندفع فلوس وما ناخدش حاجه سايبها نص، ولو سمحت بقى انا عايز فلوسي. يا دي الفضيحه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.